اش كيديروا هذوك الناس تما باش غتلقى الجواب؟ ما عندك باش جواب، يعني ملي كيقول لك واحد الكلمه اللي اللفظ ديالها خايب. معكم السكينة ديال الحي، انا راه جوج الزنقه واحد. خويا حنا عندنا واحد المشكل كبير بالنسبه للسور ديال الكليه. الناس جاو داروا اشغال ديالهم هذه مده ديال 4 سنين وخلاو لينا هاد القصدير اللي كتشوفوا فيه. هاد القصدير ولا كسبب من اسباب كثيره، منها ولا كيكونوا الناس الشماكليه كيجيو يريحوا هنا، الشراب، الفساد، الغوات بالليل ما كنعسوش، واللي هي صعيبه علينا اكثر ملي كيولي البرد ما كنبقاوش نعسوا بهذا الصداع ديال المشاكل. وحنا راه مضرورين ولادنا ما بقاوش كيخرجوا للزناقه يلعبوا، حنا بالليل راه ما كنقدروش كاع نهائيا نخرجوا، ودفعنا المسائل ديالنا كاملين باش يصوبوا لنا هذا السور، راه حتى واحد ما داها فينا. معك المهدي مساكينه ديال حي اناره جوج الزنقه واحد. عندنا واحد المشكل اللي هو هذا السور ديال لافاك اللي كان الناس هذه 3 سنين قاموا بشي اشغال وما كملوش، ما بناوش السور ديالهم. المشكل علاش ما عندناش زعما علاش طرقنا دقينا بيبان ما كاين حتى شي اذان صاغيه. كاين المشكل الكبير هو ان بالليل كيجيو الناس الشمكاره، كيجيو الناس اللي كيسكروا وكيديروا شي حوايج افعال نابيه زعما، وبالليل عاوتاني كيكونوا الشفاره اللي ما نقدروش نخرجوا حنا براسنا كبار ما نقدروش نخرجوا. وكعاوتاني كيسهل باش الدراري الصغار ولا الناس اللي بغيو يلعبوا في التيران ديال بنو زيدون ينقزوا. وكتعرف عاوتاني ملي الدراري كينقزوا يلعبوا في الكره راه كيقولوا شي هضره، الواحد ملي كيلعب كره كيفقد الاعصاب وكيبدا يقول اللي جات على فمو تيقول. يعني كنطلبوا من الناس المسؤولين يلتفتوا لهاد الزنقه يشوفوا هاد السور علاش ما كملش، واش كاين شي عائق ولا شي حاجه، يحاولوا اذا ما يسرعوا القضيه ويبنيوا لنا ويديروا لنا شي حل لهاد الناس وصافي. هادشي اللي كنطلبوا. شكرا لك. انا من 80 وانا هنا ساكن، وهاد الصوار هذا ما كان شيء، ودابا ولا الدراري ينقزوا فيه، والطريق الزنقه كلها مكسره، نادوا بغاو يصوبوا لاحوا لنا الكياس هنا، كاع لي باربريز ديال عباد الله تهرسوا، يعني عرفت داك الشيء بزاف بزاف، وتنسينا بزاف، في الحقيقه نسينا بزاف. مشينا للجامعه، مشينا عند المدير المدرسه، مشينا والو، لا من يجاوب ولا من يهضر ولا من يتكلم، والو، حتى واحد ما عطانا شي حق ولا شي حاجه. احنا دابا كنسوقوا داك الشيء بينات من عندنا من فلوسنا، كنصوبوا الزنقه وكنغرسوا غريسات وداك الشيء باش لعل وعسى نضرقوا هذا الحيط هذا اللي هو الشيء اللي عطى الله السوق. من الساكنة ديال حي الإنارة جوج، هذه الزنقة واحد، الزنقة واحد اللي تعرضت بزاف ديال الإهمالات من دابا شي 5 سنين ولا شي 10 سنين، وهاد الإهمالات كاينة. أولا عندنا هنايا هاد الزنقة ما كتخرجش، كيجيو لها كاع الناس المشاغبين اللي كيسكار، يعني ما كاينش هنايا حتى شي واحد كيجي يطل هنايا يشوف أشنو كاين.